قال عليه الصلاه والسلام خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنه هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاه عشره ويحمد عشره ويكبر عشره فذلك خمسون و100 باللسان. ليش؟ لانه لو قال عشرا 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 بعد كل صلاه طبعا 33 افضل. لكن لو قال فقط عشره واحد مستعجل. لا تخلي اذكار الصلاه يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو عشرة 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 ليش بعد كل صلاة عشرة كم صاروا ثلاثين سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله أكبر عشرا ثلاثين كم صلاة في اليوم الفرائض خمسة ثلاثين في خمسة مية وخمسين قال عليه الصلاة والسلام يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان و1500 في الميزان قال في الحديث ويكبر 34 اذا اخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان لانه يعني هي قبل النوم يقول مره 34 تكبيره و33 تحميده و33 تسبيحه المجموع 100 قال فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه